نتناول موضوع يتعلق بالوافد الجديد ليس فقط على مصر وإنما على العالم كله، وهو فكرة الرقمنة أو الشمول المالي اللي أعتقد أنها تمثل غزو فكري، يعني لابد أن احنا نتعامل معاه، ولكن نجحنا في أن احنا كل ما هنتعامل معاه بوعي كل ما ده هيحقق المزايا، مزايا كتيرة سواء على مستوى الدولة أو على مستوى المواطن. الحقيقة يمكن فكرة التحول الرقمي أو فكرة الرقمنة زي ما قلنا أنها غيرت شكل العالم كله، وهي عادة أو في معظم الدول ارتبط بفكرة التنمية المستدامة اللي بتسعى إليه الدولة، واللي أحد عناصرها هو فكرة الرقمنة أو فكرة يعني البعد عن التبادل النقدي للأموال واستبداله بآلية أخرى اللي هي طبعا ذاتها مختلفة وفقا اللي موجود بالنسبة للبنوك. وهو يمكن أحد الأركان الأساسية لخطة مصر 2030، الهدف منه إن احنا نتحول، الهدف منه إن احنا نواكب العالم، ولكن نواكب العالم ليس فقط لمجرد إن احنا بنواكب العالم، وإنما نستفيد بفكرة الرقمنة في كل شيء. بالتأكيد إن احنا هننتهي بتحقيق عائد للدولة. الدولة الحقيقة حتى لو تصورت على مستوى البنوك، مجرد إن انت ما بتستعملش كاش، بتستعمل فيزا، كل ده معناه إنك انت بتستهلك من الأموال، بتحتفظ بأموال فقط في حدود اللي انت محتاجه علشان المصاريف اليومية، او وبالتالي معظم أموالك موجودة في البنوك. موجودة في البنوك يعني ايه؟ يعني هناك سيولة لدى البنوك، هناك فرصة أكبر للبنوك لإعادة استثمار الأموال، وبالتالي يعني ده بالنسبة لك انت فكرة الأمان بالنسبة لك ان انت ما بتشيلش نقد في ايدك او اي اموال في ايدك، ده اعتقد بيمثل حماية بالنسبة لك في اي وقت وفي اي مكان بتستطيع ان انت تجد ما تحتاجه. وبصفة خاصة احنا عارفين سواء على مستوى هيئة البريد او على مستوى البنوك المختلفة تقريبا، وحرص الدولة انها بتغزو كل القرى وكل الريف بحيث ان يبقى فكرة الرقمنة قريبة من كل المواطنين. النهاردة لما انا بقول هناك سيولة في البنوك، ده معناه ايه؟ هذه الاموال تستخدم في تحقيق فكرة التنمية المستدامة، الخطط اللي هي بتسعى الدولة الى تحقيقها، سواء كان الامر يتعلق بالاصلاح في مجال التعليم او في مجال الصحة او اي مجال من المجالات الاخرى. علشان كده دي بتمثل عائد، اللي هي في النهاية عائد على مين؟ ما هي عائد على المواطن. لان انا النهاردة لما بقول كل ما بتكون هناك مشروعات في مجال التعليم او في مجال الصحة، مردودها بالتأكيد هيكون على المواطن، وبالتالي دي جزئية لازم نخلي بالنا منها ان احنا ما نفصلش بيننا وبين الدولة، لان ما تحققه الدولة او ما يتاح للدولة لابد ان هيكون مردوده موجود بالنسبة لنا. يمكن الحقيقة يمكن احنا موضوع ندوتنا النهاردة، او يمكن انا عايز اؤكد على ان فكرة الرقمنة دي خلال هذه الفترة كان ليها تأثير مباشر. يمكن احنا النهاردة احد العناوين او الموضوعات اللي احنا هنتناول فكرة الفاتورة الالكترونية، باعتبار انها ركن من اركان الرقمنة اللي المفروض او بداية الرقمنة اللي بتبدأ من خلال منظومة اصلاح او تطوير مصلحة الضرائب المصرية. لان الحقيقة يعني فكرة الرقمنة في حد ذاتها ادت الى تغيير معالم النظام الضريبي في كل دول العالم، وما فيش خلاف على ان العائد بالنسبة له ان هو بيوفر فكرة اليقين بالنسبة للممول. لان الحقيقة فكرة الرقمنة يعني ايه؟ رقمنة يعني انا مش محتاج ان انا اروح المأمورية عشان اقدم اقرار. على سبيل المثال من هنا بنجد احد منتجات الرقمنة ما يعرف بالاي فايلينج، او ان انا بقدم التقرير الكتروني. برضو نفس الكلام استخدام الرقمنة في عملية التحصيل، هنلاقي في اي كوليكشن، ان انا برضو بالنسبة لي ان انا يعني مش محتاج ان انا اروح المأمورية، وفي اي مكان ادفع ده في حد ذاته بيعتبر شيء ايجابي على مستوى برضو زي ما اتفقنا على مصلحة الضرائب، وهي طبعا احد روافد الموازنة العامة للدولة، وفي نفس الوقت بالنسبة للشخص. بل بالعكس، ان احنا النهاردة لدينا مشكلة ضريبية متعلقة ب احنا كلنا بنشتري اونلاين، سواء كان الامر يتعلق بسلعة او بخدمة. كيف تحصل الدولة على نصيبها العادل من الضريبة؟ لن يتحقق ذلك إلا من خلال الرقمنة. علشان كده يمكن كان قريب من ما سمعنا إن هناك تعديل في الضريبة على القيمة المضافة، كان الهدف منه إيه؟ كيفية استخدام الرقمنة في إن مصر تحصل على نصيبها العادل من الشركات الدولية. بالتأكيد إن ده بيعتبر شيء
إيجابي ويعتبر ثمرة من ثمار الرقمنة. حتى لو جينا في مجال التعليم النهاردة، يمكن من الآثار الإيجابية لكوفيد إن النهاردة بنسمع عن أونلاين، تعليم أونلاين. النهاردة من خلال التواصل الرقمي اللي موجود بتستطيع أن أنت تحصل على شهادات عالمية زي السي بي إيه وزي الأدت إلى آخره، وبالتالي بالتأكيد فكرة الرقمنة، وبتاخدها بنفس المستوى. يعني لن تشعر أنت مجرد طبعا أنك تحصل على الشهادة، ده معناه أنك مؤهل، وده برضو لولا الرقمنة ما كان الإصلاح في هذه بهذه الصورة. يعني نفس الكلام حتى بالنسبة للصحة، بنجد أن التبادل العلمي أو يعني الحوار اللي موجود مع كل دول العالم أن في تواصل على مستوى الجديد. يعني حتى لما بنيجي نشوف إدارة المنظومة الخاصة بكوفيد 19 برضو هنلاقي أن الرقمنة هي اللي بتعمل كل البيانات وكل الإحصائيات. الحقيقة يمكن برضو لولا أن هناك نظام، لن تنجح دولة من غير نظام معلومات، ونظام المعلومات يعني بيستخدم في كل القطاعات حتى في اتخاذ القرار. علشان كده هنلاقي ان من اهم مزايا الرقمنة ان انت بتقدر تبني نظام معلومات، ده بيساعدك على انك بتاخد القرار الصحيح. برضو القرار الصحيح معناه ايه؟ ان بتقل نسبة الخطأ في هذه القرارات. طيب هل الاداء هيبقى واحد؟ بالتأكيد لا. ان احنا بنجد الرقمنة بتتفاوت من دولة لاخرى. هل احنا مطلوب ان نبقى زي لابد ان تكون الدول المتقدمة، وأنا لا أتحدث المتقدمة هنا المتقدمة بالمفهوم التقليدي، لأن لك أن تتصور أن من أعظم الدول في مسألة الرقمنة هنلاقي استونيا. يمكن استونيا ما حد سمع اسم الدولة، اسم غريب، احنا دائما بنسمع فرنسا وألمانيا وأمريكا والكلام ده. لا، يعني ما تترددش أنها تعتبر رقم واحد في استخدام الرقمنة في أداء. طب أمال المطلوب مننا إيه؟ المطلوب مننا أن احنا نؤمن بفكرة الرقمنة في حد ذاتها، ان احنا نبدأ نشتغل مع توجهات الدولة، ونبقى على يقين ان توجهات الدولة فيما يتعلق بمسألة التجارة الالكترونية في مجال الرقمنة سواء في كل المجالات هو الهدف منه انت. وطبعا الدولة بذاتها النهاردة اعتقد ان انت بسهولة بتحصل على مستخرج لشهادة الميلاد، او بتحصل على سجل مدني، يعني اي صحيفة الاحوال الجنائية، او اي خدمة من الخدمات اللي بتعمل الحكومة. يمكن فكرة الحكومة الإلكترونية انت عارفين انها فكرة قديمة بالنسبة لنا، لكن الحقيقة هي يعني ثمارها بدأت في هذه الأيام. علشان كده الحقيقة لابد من دعم المواطن لفكرة الرقمنة، لابد ان المواطن يعرف ان مصلحته في هذه الرقمنة، برضو يحاول ان هو يبقى ليه تواجد في يكون عنده الوعي في انه مثلا على سبيل المثال موضوع الكاش اللي احنا بنتكلم عليه، انا اعتقد ان لابد ان ده يمكن هو لم ينجح في مصر نتيجة عدم وجود ثقافة. لكن انا بأؤكد يعني انت النهاردة حتى الحكومة طبعا زي ما حضراتكم عارفين ان كل آلياتها بتتم من خلال رقمنة، وان كان الهدف ان هو لما بيعمل لك فيزا كارد ان انت يعني بتحصل على مرتبك بالتدريج، ما بتاخدوش مره واحده. لكن للاسف لعدم ادراكنا باهميه هذه المنظومه، فبنلاقي ان في غالب الاحوال ان الموظف بيجيب مرتبه بالكامل، بيسحب مرتبه الكامل، وبالتاكيد ده بيبقى ليه اثر سلبي على استخدام البنوك للاموال. يعني كل ما أود أن أنا أشير إليه يعني أن لابد أن ننحاز لفكرة الرقمنة، لابد أن احنا نبقى يعني نؤمن إيمان كامل بهذه الرقمنة. لأن إن لم يكن هناك إيمان بفكرة الرقمنة بالتأكيد مش هيبقى فيه تقدم. وتأكد أن الرقمنة أو فكرة الرقمنة النهاردة بتقود أي دولة، سواء على مستوى الإعلام أو على مستوى الاجتماع أو على مستوى السياسة أو على المستوى الاقتصادي. يعني في النهاية بطلب من حضراتكم الإيمان برسالة الرقمنة، بدعم الدولة في مسارها نحو يعني استخدام الرقمنة في كافة مناحي الحياة، لأن المستهدف في هذه الرقمنة
هو المواطن، ويعني ربنا يوفقنا جميعا. الحقيقة هو موضوع الرقمنة اقتحم حياتنا في الفترة الأخيرة وأصبح لي لذاما كثيرا بعد موضوع الكوفيد واقتحم حياتنا. النهاردة بقت كل دول العالم بتتكلم عن فكرة الرقمنة، كل تقدم بيتحسب بفكرة الرقمنة. والرقمنة في مفهومها البسيط إن احنا بنقول كل حاجة أعملها ديجيتال، كل حاجة أعملها بأفصل صانع الخدمة عن متقبل هذه الخدمة بشكل معين. يعني النهاردة بقى عندي ميزة إن أنا بروح أرخص عربيتي وأنا قاعد في البيت، بدفع كهرباء وانا قاعد في البيت، بدفع الضرايب بتاعتي وانا قاعد في البيت، بدفع التراخيص بتاعتي كلها او التزاماتي وانا قاعد في البيت. وفي نفس الوقت الحكومه بتسعى ان هي تعمل لي مقومات دخلي كلها جايه برضو عن طريق البنك. عشان كده فكره الشمول المالي اللي اتبعتها الحكومه في الفتره الاخيره مهمه جدا، ان احنا يبقى عندنا كلمه شمول مالي. شمول مالي دي يعني فكرتها البسيطه ان احنا يبقى عندنا كل حاجه، كل واحد فينا بيتعامل عن معاملاته الان والاوت بتاعه من خلال البنوك. دي فكره مهمه جدا، وشايفين تطور كبير جدا بتسعى اليه الدوله والحكومه في تنشئ شركات وبتنشئ قوانين. عندنا مشروع قانون بيتكلم عن الفينتاك، عندنا مشروع قانون بيتكلم عن الدفعات الالكترونيه، عندنا مدفوع قانون بيمثل هذه المعاملات الخاصه، وعندنا تطور كبير في اسواق الماليه غير المصرفيه من ناحيه الحديث فيها، من ادوات التمويل اللي فيها كلها تعتمد على الرقمنه او التعامل الرقمي. النهارده بقت ممكن تاخد قرض حضرتك من غير ما تروح تعقد، ما تروح البنك وتعمل عقد قرض وتعمل عقد ورق. انت كل ده بيتم عن طريق التليفون ابلكيشن او عن كمبيوتر، بيتم عن طريق فورا بيتم اونلاين. ده فكره مهمه جدا بتساعد كتير قوي في تطور الحياه بتاعتنا، وده بيعمل اكسلريشن للاقتصاد ان انت تبقى كل حاجه بتتحرك ديجيتال سريعه، بدل ما تستنى دوره المال العاديه ان انا اخد مرتبي واحطه في البنك والبنك بيحرك الفلوس دي لغايه ما انا اصرف منها ودوره الصرف الناحيه الثانيه. لا، هذا الامور بيتم اسرع كتير جدا لما يبقى في ديجيتال للامور دي او رقمنه لهذه الامور. فكره مهمه جدا جدا. بنشكر معالي الدكتور مصطفى عبد القادر ان هو موجود معانا النهارده في لقاء زي ده، رئيس مصلحه الضرايب الاسبق. بنشكر تواجده معنا في هذا العمل الكبير، وبنتمنى ان هذه الامور تتكرر وتزيد، لان موضوع الرقمنه ده بقى في حياتنا شيء اساسي، ما بقاش ينفع نعيش من غيره. النهارده انا في وزاره الماليه بتوزع المرتبات كلها ديجيتال، كلها رقمنه. انا حسابي بيخش، ما بقاش فيه صراف اقف عنده واخد فلوسي. النهارده بقى في البنك، بتعامل مع البنك من خلال بيتي وانا قاعد، او من خلال التليفون بتاعي وانا بتكلم في التليفون. بقدر اتعامل واحول فلوس من حساب لحساب، واحصل فلوس وادفع فلوس وادفع التزاماتي. ده كله شيء مهم جدا جدا. ده بيعمل لي نوع من الداتا عند الدوله، بيبقى عندنا داتا كويسه اقدر اقول قد ايه مدفوعات، قد ايه ده بيكلف، قد ايه ده كميزانيه بيت كمان او ميزانيه شركه او ميزانيه حاجه، وده بيكلف قد ايه. فكره الرقابه على هذه الامور بتتم ازاي بعد كده، ده شيء مهم جدا، ولازم نتطور مع هذا الفكر. قد ايه احنا مع الرقمنه، قد ايه مع ان احنا ندخل الاقتصاد غير الرسمي يدخل جوه الاقتصاد الرسمي عشان يبقى منظومة الدولة منظومة واحدة. شايفين قوانين كتير بتطلع كمان من مثلا فكرة الرقابة، هيئة الرقابة المالية، وفكرة تطوير النظم، وفكرة البورصة دلوقتي شغالة ديجيتال ازاي. فكرة بعد ما كانت البورصة بتشتغل على سبورة والناس بتشتغل على سبورة، النهاردة بقى عندنا شاشات، كل واحد وهو قاعد في بيته وهو قاعد في مكتبه وهو قاعد في شركته بيقدر يبيع ويشتري اسهم. هذا فكره في منتهى الاهميه. عندنا فكره التمويل بانواع المختلفه دلوقتي بقت عمود كبير جدا. فكره الرقمنه بقت في حياتنا في كل حاجه. طبعا العائد على المواطن هيبقى حاجه كبيره جدا في ظل هذه الرقمنه. طبعا وجود الداتا او كميه المعلومات اللي هتتوفر لينا، هقدر ابقى عارف دخلك قد ايه، هقدر اعرف مدفوعاتك الطبيعيه قد ايه، هقدر اعرف موازنتك في البيت قد ايه. فلما اقدر اسر اقر قانون جديد، اقر نظام جديد، نوع من الضرائب، نوع من الرسوم معينه او حاجه معينه، ابقى عارف قوه احتمالك ممكن تبقى قد ايه. لكن لو ايه الفايده ان انا ما عنديش داتا وبضطر افرض ضرائب عشان اعمل الموازنه العامه للدوله، او اضطر اعمل رسوم بشكل معين، هذه الرسوم تبقى بتكبل العائد بتاعك، بتبقى مش قادر تتحملها. فكره مهمه جدا ان حضرتك ابقى الداتا دي موجوده، وده حتى واحنا بنحط تشريعات او المشرع وهو بيشتغل لازم يبقى عنده الامور واضحه، لازم يبقى شايف الامور واضحه، لازم يعرف تطور هذا التشريع هيعمل ايه.
النهارده بنتكلم عن انواع كتير من الضرايب الجديده اللي ممكن تحصل. النهارده بنقول في ضريبه على اليوتيوبر. اليوتيوبر دلوقتي احنا مش عارفين حجمهم قد ايه. لما يبقى عندي داتا وبقى عندي الايم بتاعه جاي ازاي والاوت بتاعه جاي ازاي، ابقى عارف تطور الفلوس اللي معاه ايه او الدخل بتاعه ماشي ازاي، بيساعدني ان انا اقول لا الضريبه دي كتير عليه، الضريبه دي قليله، الضريبه دي موجوده، الضريبه دي تتشال. النهارده في عندي حركه اسهم، حركه تداول، هذه التداولات بتقول انت بتبيع بقد ايه وبتشتري بقد ايه، فمكسبك قد ايه، كل ده رقمنه، كل ده بشوف الرؤيه ماشيه ازاي. كلمه الرقمنه ما بتنفصلش نهائي ابدا عن فكره الحوكمه، والحوكمه كلمه اصعب شويه لكن بنجمعها ونقول ان هي زي نوع من انواع الاداره الرشيده، ازاي يبقى مطمن للعلاقات او الامور بتتم ازاي، مطمن للعلاقه اللي ما بين المؤسسات وبعضها، مطمن للعلاقه اللي ما بين البنوك وبعضها، مطمن للعلاقه ما بين الناس وبعضها. هذه الحوكمه وهذه الرقمنه من ادوات الحديثه الموجوده عندنا. حاجات كتير قوي دخلت حياتنا في هذا الاطار، لازم يكون عندنا علم بيها ولازم نقول عندنا نوليدج عنها كويسه عشان نقدر نتعامل معاها. شايف ان مهم جدا ان انا كمواطن ان انا ابقى بستفيد من هذه الخدمات وابقى متابعها وابقى بستفيد منها. النهارده فوجئت ان انا بقيت اقدر اطلع بطاقتي من وانا قاعد في البيت، النهارده فوجئت ان انا بقيت اقدر اعمل توكيل وانا ببيع عربيه وانا ببيع شقه اعمله وانا قاعد في البيت. دي فكره مهمه قوي، قد ايه كنا بنتعب في هذه الامور. هذه الامور محتاجه مساعده. كل ما زادت قاعده البيانات، كل ما زادت نظم البيانات اللي عندنا وتطورها، كل ما ادى التعامل بسهوله. النهارده طبعا كان بدايه الامور ان الدوله خدت الرقم القومي، الرقم القومي ابتدى معانا، بقى الداتا موجوده. النهارده بقى اطلع شهاده ميلاد، اطلع قيد عائلي، اطلع كل الامور دي بقت موجوده. تطور هذه الامور وتطور هذه الداتا عندنا ادى لمساعده كبيره جدا في ان انا يبقى عندي خدمات اركب عليها بقى المعلومات اللي عندي، وابتديت عندي عندي عربيه برخصها، عندي شقه ببيعها. بكره بقى اما تنضبط هذه الامور، انت بتبيع شقتك ما بقتش محتاج تعمل التسجيلات الطويله جدا اللي كنا بنعملها، ما بقتش محتاج العربيه تجيب لها شهادات من هنا وتجيب لها شهادات من هنا عشان تبيعها. الامر كله لا يستتبع الا ان انا كليك اشوف، هقول لك بيانات العربيه بتاعتك ايه، هقول لك بيانات الشقه بتاعتك ايه، بعد كده ندي اوردر ان انا هبيع الشقه دي لفلان من فلان الى فلان. العمليه تتم ان وان تايم بسرعه جدا اونلاين. النهارده كمثال احنا عندنا ندوه عن الفاتوره الالكترونيه وفوائدها. طبعا احنا عارفين ان احنا عندنا الفتره دي مجموعه من الانشطه الخاصه بالشمول المالي والتحول الرقمي والرقمنه في مصر، فاحنا بنحاول نشرح للمواطن ولمستفيدين المكتبه والمترددين علينا ازاي يقدر يستفيدوا من الخدمات الالكترونيه دي اللي بتخفف عليهم من مساله ان هم يقفوا طوابير او يتعاملوا كتير مع المكاتب الحكوميه والاداريه. فبنديهم مجموعه من الخطوات والانشطه التوعويه اللي بتشرح لهم ازاي ان هم يقدروا يستفيدوا من الخدمات الالكترونيه اللي بتوفرها الدوله. كمان احنا مش بنقدم ده وبس، احنا مثلا من يومين كان عندنا ندوه بتتكلم عن التغيرات المناخيه، وكانت بتشرح كتير عن المؤتمر اللي هتستضيف الدوله في شرم الشيخ واللي بيتكلم عن موضوع التغير المناخي. برضو احنا يهمنا هنا ان احنا نوعي الافراد مسؤولياتهم هم الشخصيه، ازاي ان هم يقدروا يقللوا من حده التغيرات المناخيه اللي بتحصل في العالم كله. دورهم هم ايه، استخداماتهم هم ايه، استخدامهم في البيت هيساعد ده ازاي. فمثلا يعني الندوة كانت بتسلط الضوء على انت مطلوب منك ايه كفرد عشان تقلل من التغيرات دي. برضو من ضمن الأنشطة التوعوية والتثقيفية اللي قدمناها اتكلمنا يعني في برنامج المكتبة الشهر الماضي عن دور الدولة في مكافحة او القضاء على العشوائيات. ودي ندوة برضو كانت من الندوات القيمة جدا، شرحنا فيها احنا دورنا ايه كأفراد والدولة عملت ايه للقضاء على العشوائيات في مصر. برضو من ضمن الأنشطة التوعوية المهمة اتكلمنا عن المبادرات الصحية اللي أقامتها الدولة، زي مبادرة القضاء على فيروس سي، وزي يعني احنا بالتعاون مع وزارة الصحة. طبعا احنا برضو كان في عدة ندوات قيمة قيمت لي يعني توعية الناس بكورونا.
احنا كمان في احد افرعنا اللي بيخدم حي الاسمرات او حي تحيا مصر في الاسمرات، احنا فتحنا خدمة التسجيل، مساعدة الناس على تسجيل اسمها على قائمة المتلقين للقاح فيروس كورونا، لان احنا عارفين ان حي تحيا مصر في الاسمرات مستوى الامية فيه عالي، فاحنا ساعدنا الناس عشان يقدروا يتلقوا جرعاتهم. فالمكتبة عموما بتقدم مجموعة كبيرة من الانشطة التوعوية. ندوة النهاردة عن طريقة تحويل الرقمنة او رقمنة اي حاجة، هنرقمنها تبقى الكترونية، تمام، مش هيبقى في ورق خالص، هنلغي موضوع الورق ده، سواء شهادة الميلاد، يعني مثلا هنوفر وقت وجهد كبير بالنسبة للناس، بدل ما تنزل تقف طوابير وكده، لا انا خلاص الموضوع كله هيبقى الكتروني، ف يعني هنوفر معهم ونسهل عليهم العملية كلها، وأكتر من كده يعني ممكن نستفيد منها بأكتر من وجه، يعني مش الموضوع مقتصر على الفواتير، الفواتير، فواتير الكهرباء والمية والغاز ودفع الرسوم، دفع رسوم الطلاب، دفع الرسوم بتاع المصاريف الطلابية، سواء كانوا في الجامعة أو كانوا تعليم أساسي، تمام، وأي حاجة تانية، يعني مفيش، مش هيبقى في ورق، بعد كده هيبقى كله إلكتروني.